سو لي كيف رجلي هنا بالليسيا ديجا ريسكيت باش درتها ليسونسيال. السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا ملاح بصحه جيده. هذا غياب طويل، عندي بزاف ما بانش في اليوتيوب، عندي 15 يوم ما درتش فيديو. بون على بالكم كامل متابعوني في انستغرام بلي عندي اصابه في الرجل، وثاني كاني نتعب بزاف وراني مرهق، عندنا فتره حساسه. سو الضغط تاعكم خلاني باش نروح ندير الفيديو تاع العلاقات العمل الجماعيه، درس جدا وبسيط الى ابعد الحدود. تبعني باذن الله تخرج حافظ وفاهمه، تقدر تعبر في البكالوريوس وتدي العلامه الكامله. في اليوتيوب راني داير عقد الشركه، عقد البيع، فرق بين الشركات والشركات كامل. علاقه العمل الفرديه راني داير لا بارتي المهمه منه. حازين ندير علاقه العمل الجماعيه كومبلي، الاضراب نهضروا عليه برك ما نركزوش عليه. بسم الله، تبع معايا علاقه العمل الجماعيه واش فيها. الدرس هذا بسيط، سهل جدا، سهل ممتنع. اول حاجه من العنوان تاعو علاقات العمل الجماعيه، يعني عكس الفرديه تماما، ثم هذه تخص الجماعه. يعني هنا اذا كما نقولوا اتفاق، كي نبداو الاتفاقيه الجماعيه العمل راح يكون اتفاق جماعي، يعني برضا كاع الاطراف. ونقولوا ماشي كاع الاطراف، الاغلبيه، زعما يعني نقولوا 80% 70%. وهنايا مور ما يكون اتفاق مع مرور الزمن، مع مرور الزمن حيصرى خلافات، مستحيل يبقى دوما الحال من المحال، راح يكون عندنا النزاعات. النزاعات راح تكون جماعيه ماشي فرديه. دونك اذا واحد ديرونجا ربي سهل عليه طريق الصدق، روح ما تعاودش تولي. تسمى اما يكون نزاع جماعي يخصو اكثر من 50%، سينو ما يعتبرش نزاع جماعي، هذا هو الصح. بعد مور ما يكون متفقين حيصيروا مشاكل، مور ما يصيروا مشاكل حندير طرق تسويه الوديه، طرق تسويه الوديه للنزاعات الجماعيه اللي هي موت. والله لا تردك، ربي يخبر لي. هذه موت واش معناها؟ مصالحه وساطه تحكيم، سهله جدا. كما كنتو ديروا في استورجي وفنجان عسل هذوك العفايس، هذه استوس باش تشفى عليها. اي والله تسمعني شوف عليها بهذا المصطلح، موت الله لا تردك. يا صاح خمسه فينك. بسم الله، نبداو دوك الدرس تاعنا من البدايه. اول حاجه حنشوفوا الاتفاقيه الجماعيه، التعريف تاعها. مور ما نديروا التعريف حنشوفوا المحتوى تاعها. بورك تشوفوني كاتب كلش ومشد، علاش؟ باش نختصر الوقت، ماذا بيا نكمل هذا الدرس في اقل من 25 دقيقه، باسكو الباك هو الحق مازال 4 ايام، وانتم على بالي راكم مستريسين، ما تقلقوش انا معاكم، درت لكم كلش. تسمى هذه 25 دقيقة تخرج حافظ وفاهم، معناتها تشوف معايا الفيديو زيد تريبيتي واحد 25 دقيقة، يبقى 50 دقيقة تكون حفظت كاع الدرس. هاي نبداو بسم الله. أول حاجة التعريف، ليكيب اسمها اتفاقية، تسمى الديبار تاعها لغة واش يقول لك؟ يقول لك هو اتفاق، غير يبدا يقول لك هو اتفاق مكتوب. صح، هذا الاتفاق اللي صرا بين واش؟ بين صاحب العمل والعمال، ونقول المستخدم، صاحب العمل نقول المستخدم، ثم هو اتفاق مكتوب، طريبيا، يبرم بين من ومن؟ يبرم معناتها يحرر او يبرم او يعقد، يبرم بين المستخدم، شكون هو المستخدم؟ هو صاحب العمل، نتبارك انا، المستخدم هو صاحب، ما يشتبه، ستيل هو تدور، المستخدم هو صاحب العمل، فوالا. صح، إذا هو اتفاق مكتوب يبرم بين المستخدم والعمال، أو عفوا ماشي العمال، ونقابة العمال، برافو. تسمى الاتفاقية راح تكون بين صاحب العمل ونقابة العمال، علاش؟ باش كي يصرا موراها مشاكل نزاعات يقولوا للاتفاقية، ونقابة العمال هي اللي تضرب على العمال، هي اللي تجيب لك الحق ديالك، راح تكون مكونة من أفراد مختصين بهذا الأمر. صح، كلمة اتفاقية جماعية، قلنا جماعية جاية من الجماعة أغلبهم، يعني 50%، ونقول لك هو اتفاق مكتوب، لازم يكون مكتوب، ماشي غير بالكلام، يبرم بين المستخدم ونقابة العمال. هذه الاتفاقية واش حتكون فيها؟ على من يهضروا؟ يهضروا على كيفية العمل، طريقة العمل إلى آخره، ثم هو اتفاق مكتوب بين المستخدم ونقابة العمال، حول طريقة العمل إلى آخره، ثم راح يتكلموا فيها جلوبالمون كيفاش حيخدموا الى اخره، طريقه العمل، الاهداف تاعهم، اكسترا. صح، مور ما شفنا الاتفاقيه الجماعيه اللي ما تحكي، نروح مباشره للمحتوى الاتفاقيه وهو اهم منها، باسكو هذا تعريف صغير، صح كاع راهو هنا. المحتوى تاعها فيها اكثر من 14 نقطه ولا 9 نقاط، كل واحد وش يحط. في البكالوريا كيقول لك اذكر محتوى الاتفاقيه، باش تدي العلامه الكامله اذكر له 6 ماكسيموم 7، كي تذكر له 6 7 عندك علامه كاملة، تسمى المينيموم 6، هذه هي. أول حاجة هنا راح يبدا لك التصنيف المهني، أنا علاش كتبتهم واجدين؟ قلت لك باش ما نضيعش الوقت، نشرحهم دايرك. الأولى هي التصنيف المهني، أي والله كلاسمون درافاي. هذا التصنيف المهني واش معناتها؟
معناتها في الشركه تاعنا لازم نديروا تصنيفات تاع الخدمه لي بوست، معناتها هذه الشركه واش فيها لي بوست كاع. باغ اكزومبل زعما انت تروح كشركه زعما ماكسون تروح عندهم، واش عندك انت كحرفه، هما واش عندهم عرض خدمات كما سوق سوق العمل، يلتقي فيه طالبي العمل مع عارضي خدمه العمل، معناتها هما واش عندهم واش يسحقوا لي بوست. هذه واش معناتها التصنيف المهني، واش كاين لي بوست داخل المؤسسه هذيك. واخر حاجه وما يتعلق بالاجور والتعويضات، وما يتعلق بالاجور والتعويضات يعني لي صالير كيفاش يتفاهموا يخلصوا كيفاش يعوضك اذا ما باغ اكزومبل اكسيدون طرافاي الى اخره. ثم نبيتي معايا محتوى الاتفاقيه الاولى كاع تفكر ما زعما نقولوا اي شركه واش دير اول حاجه تكلاسي لي لي بوست تاعها، نعيطوا التصنيف المهني وما يتعلق بالاجور والتعويضات، سهله جدا. الدوزيام تحديد مقاييس العمل، هذا اللي كنا نهضروا عليه حول طريقه العمل. واش معناتها مقاييس العمل؟ مثلا يهضروا على ساعات العمل، يجي يهضر لك زعما نقولوا الديبار تاع المؤسسه قداش تفتح؟ تفتح المؤسسه على 7 تغلق على 8 تاع الليل ولا على 4 تاع الحشيه ولا على 5، يعني تبدا الصباح تكمل، يعطي لك هادو لي ديتاي. ثم تحديد مقاييس العمل، ساعات العمل، ويهضروا ثاني كيفيه العمل، طريقه العمل داخل المؤسسه، يعطي لك كاع كيما يقولوا الشروط، اللباس، كلش كلش. هاي صح. الدوزيام تحديد مقاييس العمل، شوف كيفاش تحفظهم، ركز، ماشي زعما تقراهم ديريكت يا خوتنا. الاولى اتفاقيه جماعيه، قلنا هو اتفاق مكتوب يبرم بين من ومن؟ بين صاحب العمل والعمال او نقابه العمال، يتكلموا في حول طريقه العمل. المحتوى اول حاجه تفكر، هيا حبس ما تشوفش، قلت لك المحتوى الاولاني تاعك قول بلي انا رحت لشركه هما يعرضوا لي عليا خدمات تسمى لي بوست، نعيطوا التصنيف المهني كلكو سوا خدم كونطابل ولا، المهم حيصنفوا لك واش عندهم. ثم قادر تروح تخدم يقول لك حنا ما نسحقوش هذه ولا ما عندناش ولا ما نقدرش كيفاش، مالاش فارق. اذا التصنيف المهني. دوزيام وما يتعلق بالاجور، شحال تخلص وتعويضات على حسب لي زاكسيدون اللي حيصراو اكسيتيرا. الدوزيام شنو هي؟ تحديد مقاييس العمل، دخله والخرجه، السوايع، كيفاش كيفاش. الوازيام التعويضات المرتبطه، ثم انا هنايا قلنا ما يتعلق بالاجور والتعويضات، شغل درنا حاجه خفيفه، هنا نتوسعوا التعويضات المرتبطه بحاجه. مثلا زعما نقولوا نهار العيد صغير هو يعتبر زعما نقولوا في المؤسسات العاديه يعتبر يوم عطله، لو كان زعما يعيطوا له في هذاك النهار تخدم تخلص دوبل جورني ولا تريبل دبر راسك، نعيطوا لها التعويضات المرتبطه بالساعات الاضافيه. التعويضات المرتبطه بالساعات الاضافيه كي تزيد سوايع دوبل جورني، وثاني تيت التعويضات المرتبطه بلونسيونتي بالعربيه الاقدميه. اي والله دونك واحد كيكبر 50 سنه ولا 40 سنه ولا عنده خبره في هذيك الشركه فاقت 20 سنه راح تكون عنده تعويضات ولا كما يقولوا هيبات منح يعني مساعدات الى اخره، زعما يلحق العيد يضربوا بريما خر من النصح اللي جاو جدد اكسيتيرا، يعني يكون عنده قيمه. تسمى الاولى كاع شنو هي؟ نعاود عندي ريبيتيسيون شاك فوا باش تشفوا، تروح الشركه يعرضوا عليك خدمات نسقولها التصنيف المهني، ها واش عندها في الاتفاقيه، هذا واش كاين في الشركه. ما يتعلق بالاجور والتعويضات. الدوزيام تحديد مقاييس الدخله والخرجه 8 والخرجه 4، تحديد مقاييس العمل. الوازيام التعويضات المرتبطه بالشفا ساعات اضافيه دوبل جورني والاقدميه كي تكون قديم بزاف. المكافآت الكاطريام علي من يتفاهموا في الاتفاقيه الجماعيه يدير يسينيو على المكافآت المرتبطه، زعما نقولوا انت كخدام جيت جديد ومن بعد بديت تعمل في روحك طورت طورت خدمت 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 راك تقدم اضافه للمؤسسه، بديت تقدم لهم كما يقولوا الاضافه المرجوه منك، حطيت لهم الطالنت ديالك الموهبه عطيتها لهم وبديت تزيد لهم اضافات الشهره تاعها راهي تزيد. هنا واش راك دير؟ نتايا راك دير لو بلوس اوتوماتيكمون راح تتقاضى مكافآت مرتبطه بالانتاجيه، نزقولها المكافآت المرتبطه بال إنتاجية. واش معنى الإنتاجية؟ يعني الإنتاجية الإيجابية، يعني تقديم إضافة. أنت كخدام كي تروح زعما نقولوا في شركة كبرى ككوكا كولا، بيناتنا كي تجي زعما نقولوا تروح لعندهم يقول لك ما هي الإضافة اللي حد ديرها لنا باسكو حنا كوكا كولا ما نسحقوش إشهار وما نسحقوش زعما نقولوا حاجة زيادة، واش قادر تقدم لي إضافة باش نكسبتيك معايا كشريك ولا كخدام ولا؟ تسمى لازم يسحقوا منك الكفاءة، اسكو قادر دير إضافة. فوالا تقدر دير اضافه الى اخره راح تستاهل مكافآت. صح عليك نعاودو كومبليت داس باسكو لا ريبيتيسيون هي الصح. علاقات العمل الجماعيه قلنا مقسم الى 3 اجزاء راح يكونوا متفقين ما راح يصيروا مشاكل عيطوهم نزاعات
بعد لهم تسويات. الاتفاق شنو هو؟ هو اتفاق مكتوب ماشي بالكلام، اتفاق مكتوب بين صاحب العمل ونقابة العمال يتكلموا فيه حول طريقة العمل. الاتفاقية حتى دوكا درنا أربع نقاط، عاد شنو عاود ريبيتيهم؟ صح بسم الله. أوكي قيديني، أول حاجة نروح للشركة. أيوا كي نروح للشركة واش يدير صاحب العمل؟ راح يعرض عليا واش عنده خدمات، واش نقدر أنا نخدم في الشركة هذه. نعيطوا له لي كلاسمون دو ترافاي، معناتها التصنيف المهني، يعطي لك في الشركة هذه هوم ليك لي بوست اللي كاينين، التصنيف المهني وما يتعلق بالأجور والتعويضة. الدوزيام تحديد مقاييس العمل، يقصد بالمقاييس طريقة العمل في الزمن، معناتها الزمن، الوقت اللي تدخل فيه اللي تخرج فيه، الساعات اللي تزيدهم إلى آخره، صحة، كيفية العمل، ريبيا. تروازيام التعويضات المرتبطة، زوج عفايد، إي كي تزيد الوقت تخلص. وثاني تيت كي زعما باغ اكزومبل تكون عندك أقدامية، عايش فعليها. الكاتريام المكافآت المرتبطة، إذا كيما نقولوا قدمت إنتاجية ودرت إضافة، عاك ديت مكافآت، وإذا بقيت صنم تروح الشركة تخدم طبق غير واش يقول لك هو، ما دير حتى إضافة، ما تقول له اسمع طاح ستيلو ضاي، ما تقول له يا شاف أنا لقيت إيدي شابة نبروبوزيها عليك، إذا ما درت والو تريح حطبة، ما تاميليوري تريح في البوست ديالك، يجو صحابك موراك يافونسيو عليك، حابس. أيا صحة. سانكيام لي سالار دو باز، معروفة هذه الأجر القاعدي ونعيطو لها الأجور الأساسية الدنيا. واش معناتها؟ أي شركة غير تدخل في الاتفاقية الجماعية دايرين سالار دو باز، أنتو ليكا في الجزائر واقيلا رجعوها هكذا، رجعوها 20,000 دينار جزائري ما يقدر بزوج ملايين. واش معناتها سالار دو باز؟ هذا سالار دو باز بلوطار هو اللي يتقاس منه كلش، يتقاسو منه باغ إكزومبل المنح، الهبات هادو يتقاسو بالسالار دو باز. ليسونسيال انت دايرها في بالك حاجة، بلي لو سالار دو باز لازم يتحدد في الاتفاقية الجماعية، أمر محتوم محسوم وبلا مزيتك، تحط له سالير دو باز بالعربيه، اكتب الاجور الاساسيه الدنيا، يا ما عجبتكش هذه اكتب الاجر القاعدي، دبر راسك يعني الاجر الاخراني كاع. وقتاش كي الخدام يبدا النهار الاول تقول له العزيز حنايا رانا كشركه في الاتفاقيه الجماعيه رانا دايرين الخدام كيجي جديد السالير دو باز تاعو هوليك، بصح اصبر شيخ اسكت دوك نتايا سالار دو باز تاعهم كاع كيف كيف الخدامين، لا لا دونك يجي واحد انجينيور مافونسي بزاف عنده مستوى عالي ولا سالار دو باز تاعو راح يكون مختلف على خدام بسيط عامل نظافة ماشي كاع كيف كيف، كل واحد سالار دو باز ديالو على حساب القيمة تاع الخدمة تاعك من الاخر حاصل. هذا صح. لا سيزيام ما قبل الاخير بالاخير، ممارسة الحق النقابي ومدة الاتفاقية ومراجعتها، زيدها ومراجعته يعني الوقت اللي تراجعت ومدة مراجعتها. ليكي واش معناتها ممارسة الحق النقابي؟ ديجا أول حق نقابي جا في بالك هو الإضراب، تسمى ممنوع منعًا باتًا، أنه تمنع العامل باش يدير الإضراب، ممنوع تمنعه، بون الإضراب لديه شروط، بصح إذا زعما نقولوا هذا الإنسان حس باللي لازم يدير الإضراب أنت ما عندكش الحق باش تمنعه، وإذا كان إضراب قانوني ما عندكش الحق باش زعما تروح تطبق عليه عقوبات الى اخره، ممنوع. تسمى نقولوا ممارسه الحق النقابي اللي هو الاضراب ومطالبه حقوق العمال ومده الاتفاقيه، يعني الاتفاقيه اللي حتكون عندها ديلي بلا تكتلوا نوفلا ولا تبدل فيها بعض النقاط يحطوا فيها المده هذه. صح. سته اللي درناهم نعاود نريبيتيهم عفوا ونشوفوا رانا واصلين. بسم الله داس كومبلي سهل جدا، يبداوا متفقين يصيروا مشاكل يديروا تسويات موت. لكن تبع معايا نبداو بالتعريف، ما تشوفش كالم داون، التعريف شنو هو؟ اتفاق كش داير مكتوب بين واش واش بين العامل وصاحب العمل يتكلم فيه حول طريقة العمل. روحوا للمحتوى، المحتوى درنا ستة، قلت لكم كاين ما لا نهاية، درنا ستة. الأولى شنو هي؟ التصنيف المهني، نعاود أوب رحت للشركة عرضوا عليا خدمات لي كلاس مون دو ترافاي، ها واش كاين ها واش كاين واش كاين، تصنيف مهني وما يتعلق بالأجور والتعويضات، هادو ما مفهومين سهل. دوزيام تحديد مقاييس العمل، لمقياس يقصد به كش تخدم، الوقت اللي تجي فيه، الوقت اللي تخرج فيه، العطل وقتاش، اكسيتيرا اكسيتيرا، اذا متعلق بالساعات وكيفيه العمل. طروازيام التعويضات المرتبطه، يا اما تزيد سوايع يا اما الاقدميه هكذا. الكاتريام المكافآت المرتبطه، سهله جدا، مرتبطه بمن؟ بالانتاجيه، تقديم الايه؟ اضافه، بذل المجهودات اكثر لتحقيق اهداف المنظمه. سانكيام لي سالار دو باز، وي سهله جدا هذه معروفه، اي شركه تحط لك سالار دو باز على حساب المستوى اللي راك فيه
إداري، عامل نظافة إلى آخره. سيزيام الإضراب، ممارسة الحق النقابي. ما معنى ممارسة الحق النقابي؟ هي أنه كطلب حقوق العمال، هذا هو الحق النقابي. ومدة الاتفاقية قلنا حيتفقوا أنه هذا النقاط اللي داروها معنا قابلين للتغيير، زعما نقولوا الصالير دو باز ما حش يبقى دائما هكذا، مع مرور الزمن يتغير. تسمى مدة الاتفاقية حتكون كاينة مدة زعما نقولوا 10 سنين، ابري ديزون ترونوفلا هذه الاتفاقية تولي من جديد. هاي الصحة ولا ماشي غير الاتفاقية يتبدل، الكونترا تاع الخدام حسب نقولوا نوع العقد، اسكو محدد اسكو غير محدد، هذه في العمل الفردي. لا سيتيام واش نقولوا اجراءات المصالحة، معناتها يديروا في المحتوى الاتفاقية الجماعية انه اذا صراو مشاكل ولا اجراءات مصالحة، تسمى مو مانيش كاتبها لكم، يقدر يديروا اجراءات مصالحة في حالة نزاعات، معناتها اذا كانوا كاينين مشاكل راح يديروا واحد الحاجة داخل الاتفاقية الجماعية، اون سي جامي صرالنا مشكل لازم نفعلوا نقطة اجراءات المصالحة في حالة نزاعات. برافو، هكذا نكونوا درنا الدرس 50% منه. دوكا ليكيب بعد ما كنا متفقين اوب جا الشيطان دارها بيناتنا، صراو مشاكل، الخدام ما جاش في وقته، غاب بزاف، خصموا له من الصالير، ما عجبوش الحال، روحوا نشوف لاكاليتيك شنو راهي. هاي والله 16 دقيقة مازال ونكمل، مابقاش ونكمل. صح، يكونوا متفقين صراو مشاكل، اوب نسموهم نزاعات. تعرف نزاعات لغة وشنو هو؟ هو خلاف. خلاف جماعي بياسر، هو خلاف جماعي بين من ومن؟ كالعادة بين المستخدم ونقابة العمال. لا لا لا، نقولوا بين المستخدم اللي هو صاحب العمل والعمال مباشرة. هو خلاف جماعي بين المستخدم والعمال، صاروا مشاكل بيناتهم. هذا الخلاف الجماعي اللي حدث بين المستخدم والعمال، أول حاجة نقولوا خلاف جماعي. علاش جماعي؟ يعني لا يخص الفرد الواحد، ممنوع من عباد تاني يكون يخص فرد واحد، لازم يخص الأغلبية. زعما نقولوا يخص جوج عباد ما قطرتش، على الأقل على الأقل 50-60% 70-80-90. تسمى هنا نقدر نقولوا خلاف جماعي بين واش وواش؟ بين المستخدم والعمال. وهذا النزاع الجماعي للعمل مور ما يصرى أوفيسيلمون راح يحوس الحلول. طري بيان، الحلول شنو نقول لهم؟ طرق التسوية الودية. شكون طرق التسوية الودية؟ موت، ماشي موت، لا لا موت، هكذا نجيبوها باش نشفى عليها. صح، خليه يموت بالقنطة. هذه موت، هذه السهلة معنا، نقصد بها المصالحة، الوساطة، التحكيم. وأنا كاتب تعريفات ديالهم، دوك نبنيهم لكم، قبل ما نبنيهم نشرحهم، باسكو ساهلين. خوض المصالحة واش معناتها؟ معناتها في الديبي يقول لك باللي صاحب العمل مع العمال يتلاقوا رينيو، يديروها بيناتهم، يعني طرفين اللي هما هادو، الكتلتين هادو يتلاقوا، وندير اتحاد السفلاتي أمريكا، تلاقوا في طابلة واحدة، يسيو يفروها بيناتهم. بلا ما يكبروا الموضوع، يسيو يحطوا النقاط، الخدامين يطلبوا طلبات تاعهم، صاحب العمل يقولوا انا نقدر ندير هذه بزاف عليا، و و و فلافا تاع الرينيو قادر تخلص بحاجه مصالحه، وقادر تخلص بعدم مصالحه. اذا خلص بعدم مصالحه ثم راح يروحوا ليطاب دوزيام اللي هي الوساطه. واش معناتها الوساطه؟ يحضروا وسيط، يجي وسيط بيناتهم، يعني يكونوا طرفان، شحال يولوا؟ ثلاثه. يحضر الوسيط اللي هو الطرف الثالث، يريح في وسطهم، هو يقدم لهم حلول. هذه الحلول كيش بعثهم لهم؟ عن طريق رسالة. الرسالة هذيك كان كاتبها هنا، نزقولها توصية معللة. هذه التوصية المعللة، وش يقصد كلمة توصية معللة؟ يعني التعليل كاين كاع، زعما هو باسكو كيريح الوسيط راح يحكوا له، هذا يمد النقاط تاعو، هذا يمد النقاط تاعو. هو واش يدير؟ يحكم نسختين، يبعثهم الطرف الأول، نسخة الدوزيام الطرف الثاني، ونسخة للطرف الثالث. شكون هو الطرف الثالث؟ اللي هي الفئة، أو عفوا المفتشية العمل المختصة إقليميا، هذا هو الطرف رقم ثلاثة. مفتشية العمل المختصة إقليميا، يعني المختصة سبيسيالمون في هذاك الإقليم اللي راهم فيه، يبعث لهم طروازيام. يقولوا كيما صارتش مصالحة، وين راحوا؟ الوسطة. الوسطة زادت فشلت، وين راحوا؟ آخر قرار اللي هو التحكيم. تقول لي شيخ مور التحكيم كاين؟ كاين، لا هاي نخرجوا في الحيط، كاين تحكيم، كاين مورا، لا لا، مور التحكيم اللي هو القرار النهائي وهو ملزم على الطرفين، يعني او بي لازم اي اكسبتي والبي اكسبتي. اذا ما اكسبتاوش معناتها اوفيسيالمون راح يصرى اضراب، راح يصرى اضراب اللي هو هذا العام راهو لا صفي، بصح نشرحوا لكم ما كاش مشكل. اي باش فا
راح يكونوا متفقين. مور ما يتفقوا حيصرى النزاع. النزاع هو الخلاف الجماعي بين العامل وصاحب العمل، او عفوا بين صاحب العمل والعمال. بعد هذا الخلاف راح يديروا الطرق التسويه الماديه باش يحلوه. تسمى مع مرور الزمن حيصراو حلول. شكون هما؟ موت، مصالحه، وسطه، تحكيم. نبداو بشرح المصالحه، نقراوها منا باش ما نضيعوش الوقت. يقول لك يرفع المستخدم او ممثلو العمال. شكون ممثل العمال؟ هي نقابه العمال. صح. المستخدم شكون هو؟ صاحب العمل. واحد فيهم يرفع دعوى او الخلاف الجماعي. يرفع الخلاف الجماعي صار بيناتهم. لمن؟ يرفع الخلاف الجماعي في العمل الى مفتشيه العمل المختصه اقليميا. يروح يبعث لهم هذاك المشكل، يحكي لهم كاع واش صار. هذه المفتشيه واش دير؟ تقوم باستدعاء الطرفين. روح لا رياحهم اطاب، قول لهم واش كاين واش كاين. يحكوا لها، تقول لهم الحلول اللي اقترحوا منكم باش نديروا مصالحه. تقدر المصالحه تصرى، تقدر المصالحه ما تصراش. ومحاوله المصالحه في اجل اقصاه 8 ايام. عندهم ديلي تاع 8 ايام. في النهايه ماش مكتوبه هنا، اكتب يمكن ان يعني المصالحه تمكن ان تنتهي بمصالحه او عدم مصالحه. في النهايه يقولوا هكذا، في حاله عدم مصالحه ننتقل مباشره الى الوساطه. الوساطه واش معناتها؟ معناتها راح يحضر طرف ثالث، راح يجي شخص طروازيان. هذا الشخص طروازيان واش يجي يدير؟ يجي يسي ثاني يصلح بيناتهم. يعني يجي كوسيط عنده مهمه مصالحه، كاع عندهم هدف واحد. يقول لك هنا النقاط هذو، شوف النقاط هذو اكتب عندك. في حالة ما فشلت المصالحة، خطوة المصالحة، يتم استدعاء شخص ثالث، واش ندعوه؟ الوسيط. ويدلانه، يعني يحكولو، يحكولوها واش كاين واش كاين، كل واحد يشكيلو المشكل ديالو، على المعلومات المتعلقة بالنزاع، بحيث يقوم الوسيط، مور ما يسمع، يقوم الوسيط بإرسال حلول، الحلول هذوك شي بعثهم، مش اس ام اس ولا. عن طريق توصيات مكتوبة، نعيد لهم توصيات معللة، معللة يعني فيهم تعليلات قتل الحلول، يعني دار لهم تعليل. توصيات معللة يرسلها إلى الطرف الأول والطرف الثاني اللي هما العامل وصاحب العمل، ويرسل أيضا نسخة إلى مفتشية العمل المختصة إقليميا. وشنو الإجابة دوكا؟ الله أعلم، تقدر تسرى مصالحة، تقدر لا لا. كمل، أنت في الباك يقول لك ادخلهم، ادخلهم في ثلاثة. قل له نقاط اش معناتها؟ في حالة فشل الوساطة، يعني في حالة فشل الطرف اللي جا لك الوسيط، يلجأ إلى التحكيم. واش معناتها التحكيم؟ يعني القرار النهائي، خلاص لا رجعة فيه. ويتمثل في قيام الطرفين بتعيين أشخاص تحكيم، يعني أشخاص تحكيم إلى آخره، المحاكم إلى آخره، بتعيين أشخاص خواص يشكلون محكمة التحكيم. سي بون يجو يديروا لا ديسيزيون فينال، تسمى موراها روحوا للخط احمر، روحوا للاضراب، روحوا كذا كذا كذا. ويصدر قرار نهائي خلال مده 30 يوم. تسمى الديلي الاخراني تاع التحكيم عندهم ديلي تاع 30 يوم، القرار النهائي صار 30 يوم مور ما جا التحكيم. ايبا اشفى نكونوا متفقين، يصراو نزاعات، خلافات، الخلافات جماعيه ماشي بين شخص ولا زوج. طرق تسويه النزاعات، حل النزاعات، مصالحه، وسطه، تحكيم. المصالحه يفروها ما بيناتهم اذا قدروا، إذا ما فرتش يعيطوا الوسيط، إذا ما فرتش الوسيط يروحوا للتحكيم، التحكيم قرار نهائي. الشيخ كاين ما بعد التحكيم؟ نعم، كاين حاجة، يا إما تفرى يا إما ما تفراش، يا إما تصلح يا إما ما تصلحش. إذا ما صلحتش رحنا لحاجة واسمها الإضراب، رحنا لحاجة واسمها واش؟ الإضراب. والإضراب هذا العام راهو لا صف فيه بصح نشرحوكم. تعرف الاضراب شنو هو؟ هو توقف العمال عن العامل كيما البطاله شغل، بصح هنا لا لا راك مازال قاعد خدام. هو توقف العمال عن العمل مؤقتا بمده مؤقته. اول حاجه هذا وحده، اثنين نقولوا هو حق نقابي للعمال، حق نقابي للعمال. ثلاثه هو طريقه او وسيله للعمال باش يطالبوا بحقوقهم، للمطالبه بالحقوق العمال، خلاص؟ ثم تعرف تاعو توقف على العمل مؤقتا، حق نقابي ووسيلة للدفاع عن حقوق العمال. بصح بيان سور هادو الثلاثة كاع ندير لهم شرط مع الاخر، يجب ان يكون الاضراب قانونيا. بس كل اضراب اذا ما كانش قانوني حتكون فيه عقوبات. مثلا نعطيكم مثال، هذا العام بكالوريا الاساتذة كانوا حيديروا اضراب زعما ما يروحوش يعسوا. الوزارة بعثت لهم قصتهم في الجيب، راحت لهم لي صالير تاعهم، قالت له كما تخدميش نقص لك في الصالير، كما تخدميش نحوزك،
تسمى علاه راح يديروا اضراب غير قانوني. علاش عليك؟ واش من السباحه دير؟ خدمت بتاس تروح تاس، نجيبوا لي جوندارم بلي كلاش. خلينا منها صاحبي، التلميذ يجي راح يحارب، راح يحرر فلسطين، مش هكذا يا خاوتنا. روح تعاس دي درام تاعك وروح. صح نقص ربك داخله في الفكاهه. ليسونسيال لازم يكون قانوني. بعد ما يكون قانوني واش المشروط تاعو؟ اول حاجه الاشعار المسبق افون 8 ايام، يعني قبل ما تجي حد الاضراب على 8 ايام باش دير الاضراب، تسمى اشعار مسبق. اثنين لازم يكون جماعي. واش معناتها يا خاوتنا؟ علاقات العمل الجماعيه، مش انت صارلك مشكل تروح دير الاضراب ديالك وحدك، لازم يكون يخص المصلحه الجماعيه. شفت اي عفسه هنايا؟ اي عفسه قريناها؟ لازم ما تخصش كما يقولوا الفائده تاع شخص واحد، لازم كاع يستفادوا. تكون مصلحة جماعية، علاقات العمل الجماعية. انسى لي كلمة فردية، شحال من الوقت؟ شحال من الوقت؟ 26 دقيقة بإذن الله. كي تصوني 30 نكون طرطقتها وحفظناها كاع. عادي كيف نريبيتيو، تركيز تام، تنفس مليح، احكم سيد الورقة، اقلب بالصفحة وابدا ما تكوبيليش. نبداو نركزوا لي كيف الصفحة فيها من إيطاب. ثلاثة، الأولى نقلعوا بالإتفاقية، نكونوا متفاهمين نيشان، ومن بعد يصيروا لنا مشاكل. واش نقولها؟ نزاعات. مور النزاعات لازم نلقاو حلول، هما طرق التسوير الودية، أي طرق حلول النزاعات الجماعية. بسم الله، نبداو تعريف الاتفاق. لكن راح نمحي هكذا، نبدا كل حاجة نجي نقراها نمحيها. التعريف شنو هو؟ أيا بسم الله، هو اتفاق كمل مكتوب صح، يبرم بين من ومن؟ بين العامل وصاحب العمل، أو بين صاحب العمل والعمال أو نقابة العمل. وش يهضروا فيه؟ على كيفية العمل. صح، محتوى الاتفاقية الجماعية، هذه محتوى واش معناتها؟ يتفاهموا على النقاط الأساسية. نبداو بسم الله، كل واحدة نجي نقراها نمحيها. ليكيب رحنا للشركة، يعرض عليا خدمات، نزقولها التصنيف المهني، التصنيف المهني ها واش كاين، واش كاين، واش كاين. وما يتعلق بالأجور والتعويضات. الدوزيام تحديد، أنا نحيد الدوزيام خلاص. دوزيام تحديد مقاييس العمل، الساعات، كيفية العمل. التروازيام وشنو هي؟ الاخر يزرب يكتب شبيك خو. التروازيام راك بالدار يوتيوب حرك كيما تحب. التروازيام هما التعويضات المرتبطة به، يا إما ساعات إضافية يعوض لك عليهم، يا إما الأقدمية. صح، دوكا ليكيب نجو للمنح والمساعدات والهبات إلى آخره. المكافآت المرتبطة بالإنتاجية، نهار تقدم له إضافة هوب راني محيتها شتادي أرواح. أتفكر الشركة كي تدخل تخدم، واحد يخدم عامل نظافة، وواحد يخدم مدير، وواحد في الإدارة، كل بوست عنده سالير دو باز، نعيطو الأجر القاعدي أو الأجور الأساسية الدنيا. إي أرواح كيف شر هذا وهذا وهذا، وش يجي موراه؟ إضراب. أتفكر ممارسة الحق النقابي، واش معناتها ممارسة الحق النقابي؟ معناتها تقدر دير إضراب قانوني باش تطالب بالحقوق ديالك، ومدة الإتفاقية ومراجعتها. لازم الديني تاع الاتفاقيه يحطوه ثاني. نزيد واحده اخرى اكتب عندك في الاتفاقيه الجماعيه، يتفاهموا على هذه، اجراء المصالحه في حاله النزاعات. لازم في الاتفاقيه يديروا هذا الشرط، معناتها اذا صرا نزاع اوفيسيلمون لازم يكون كاين خطوه تاع مصالحه، نعيطوها اجراء مصالحه، ماشي ديرك يديروا تعليق عامل ولا يحبسوا كلش. اصبر شوف شحال من الوقت يا ربي، مزال دقيقة ونص بزاف. هاي ليكيب، مور اتفاقية هي النزاعات، النزاعات هو خلاف جماعي بين العامل وصاحب العمل، وبعد ما مع مرور الزمن يجب أن يجد حلول، الحلول تتمثل في موت، خليه يموت بالقنطار. مصالحة الوسطة التحكيم، المصالحة سيوفروها بيناتهم، الوسطة يجيب وسط روازيان، يبعث لهم رسائل على شكل توصيات معللة، إذا ما فرجش يروحوا للتحكيم يجيبوا محكمة، يعني أطراف خاصين بهذه الامور يدرسوا القضيه في مده 30 يوم ويحطوا قرار نهائي ملزم على الطرفين، لازم هذا وهذا يقبل، اذا ما قبلوش كاع يروح العمال الى الاضراب. سلام عليكم. والاضراب قلنا هو توقف العمال عن العمل جزئيا مؤقتا، ومن بعد يقول لك هو حق نقابي وهو وسيله للدفاع عن الحقوق، لازم يكون قانوني. باش يكون قانوني قلنا لازم القيام بالاجراءات القانونيه، الابلاغ المسبق، ويكون متعلق بالجماعه ومصلحه الجماعيه. وسوليكيب اون في هذا الفيديو، يعني بزاف ما درتش، ان شاء الله تكونوا فهمتوا، راني تعبان بزاف. ما تنساوش هذا الشيء، بالك المردوديه كانت ناقصه بارابول الفيديو اللي فاتوا. اي ام سو سوري، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ها رجلي اقسم بالله غير فيبرات والله، خلاص كي نوقف فوق نص ساعه، فوق ساعه خلاص.
أخشت بعينكم واكسيون صح عليكي الله في رحمتكم وفقكم الله much love سنوفر يوفرم كما نعرف دائما البشرة مازال 4 أيام نتمنى لكم قاعد التوفيق خوتي الله يحفظكم إن شاء الله جوز نعم كيف كيف وغميف ربي يحفظكم دمعة تحلي مع السلامة باك 2021 يس وي كان صحاب 2022 2023 تانيت 2004 2005 خام جايين ولادي عليك مع السلامة السلام روح 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 العادات والتقاليد شو ما عنديش قلب بيسا بصراحة سامعنيش ندير هكذا وحدة تاع قلب لكن أتهلاك على بالك ريقنا بطاك صحيح نموت عليكم